اهلا وسهلا سيد كمال. اي والله صرنا زمان ما شفناك. هون كمان برهان بيك. تفضل بابا. شو هاد؟ مفاتيح السيارة. مو مشان هيك طلبتني؟ عود يا كمال. بس بابا المرة حامل ما هيك؟ من وين عرفت؟ وحتفوت بالرابعة. قلت لحالي بتروح تريح حالك وبس عقلك يرجع لراسك بترجع لبيتك، بس كنت غلطان. وشو آخرة هالحالة يا كمال؟ ما فكرت شو حيصير بفتون وشو حيصير ببناتك؟ أنا رفعت دعوة الطلاق، ما بقى بدي إياها لفتون. يعني مفكر بس تطلق رح تنحل كل الأمور؟ ولا ما عم تفكر لبعدين؟ طب نحن شو نساوي؟ نبعت فتون والبنات عبيت أهلها؟ ولا خلي فتون عنا مطلقة بالبيت وانت تبقى مع هديك المرة مبسوط؟ احكي لك كلمة يا كمال، لوين حتوصل بهالموضوع؟ انا ما بعرف ما بعرف. هلأ ما في شي بيهمني غير البنات. ايه لا كتير واضح، يلي بيهتم ببناته ما بيدور على خراب بيته وما بيقول شو اعمل. اي بيت بابا؟ انا بحياتي ما كان عندي بيت مثلك ومثل ماما، ما شفت يوم حلو مع فتون، وانت بتعرف هذا الشيء. انا اخذت قراري. طيب كيف راح تعيشوا؟ راح تستنى ابوك لحتى يموت وتورته؟ انا ماني مستني شيء منك بابا، بشتغل على التالي اذا اضطريت، بدل ما اموت كل يوم وانا غني خليني اعيش وانا فقير. انا بدي حدا يحبني، بدي يكون مرتاح وعندي عيلة صغيرة.